السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم أو مساكم الله بالخير جميعا. معاكم أخوكم محمد الصقر الزايد، عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، تحديدا في كلية الهندسة والبترول وفي قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية. في مهندس صناعي بيننا؟ للأسف الشديد لا. في مهندس كمبيوتر بيننا؟ في دام الأخت المهندسة فاطمة مستضيفتنا، أكيد في مهندسي كمبيوتر في الجمهور. اولا اشكركم على الاستضافه الكريمه وعلى الحضور الاكثر من رائع. اليوم تكلم باذن الله عن ايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي في العمل وكيفيه استخدامه في العمل. بس ابيكم ما عليكم اي امر تشاركوا معي ونكون مع بعض في هذه المسيره اوفر ذا نيكست ساعه الى ساعتين ان شاء الله. الحين قبل لا نبدي ابيكم تتفرقون على مجاميع، كل مجموعه فيها اثنين، ما عليكم اي امر تقعدون يم بعض. كل ثنتين يقعدون يم بعض، ما عليكم أي أمر. لا ثنتين ما عليكم أي أمر، كل ثنتين يقعدون يم بعض. والصوت أكيد مسموع ولا مو مسموع؟ كل ثنتين يم بعض، ثنتين مع بعض. الأخت بروحها، لا ما يصير، هي ورشة عمل وليست محاضرة على فكرة، لكن للأسف الشديد إحنا مسرح، ورشة عمل وليست محاضرة. ثنتين مع بعض، ثنتين مع بعض، ثنتين 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 ثنتين، صرتوا ثنتين ثنتين. شو السالفه هني؟ صاير هني ثنتين 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 ثنتين، هني في شيء. اوكي والاخت مستمعه، مجرد مستمعه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحين بنطرح عليكم بعض الاسئله. حياك الله. من معه بتشارك الاخت؟ لا ومليون ألف نعم، أقصد من معه بتشاركين إن شاء الله. مع الأخت ولا يتأخذ؟ ومليون ألف نعم تقع، بس هم إذا تقاعدت الأخت هم لازم تشارك معنا إن شاء الله. معنا نتكلم عن الذكاء العاطفي في العمل، لكن الذكاء العاطفي في أمور أخرى. إنزين، الحين بنطرح عليكم بعض الأسئلة وبيكم كل زميلة تشارك زميلتها الجواب لهالأسئلة، وتحاولون تدونون بعض الأمور اللي تكلمون عنها قدر الإمكان. والأسئلة ممكن تكون شخصية، فأبيكم تتحملوني اليوم لمدة ساعتين، أبيكم تتحملوني وتحملون بعض الأفكار اللي بنتناقش فيها بإذن الله. خمس أسئلة. ما هي أسوأ تجربة لك في الحياة؟ شنو أسوأ تجربة لك في الحياة؟ رقم اثنين، شنو اللي يحفزك الصبح وانت تقومين؟ ما الذي يحفزك على الاستيقاظ صباحا؟ رقم ثلاثة، من هو أهم شخص في حياتك؟ رقم أربعة، شنو أسعد لحظة في حياتك؟ ورقم خمسة، شنو الصفات الصديق الصديقة المثالية؟ ما عليكم أمر، بعطيكم مو أكثر من 10 دقائق، كل واحدة تشارك الثانية. إيه قعدتوا يوم بعض تتحملون، أنا قايل لكم تفرقوا شوية. دونوا، حاولوا تدونون بعض الملاحظات، ما عليكم أي أمر. تفضلوا. كل ايه انت تجاوبين الخمسه وزميلتك تجاوب الخمسه. ندري الموضوع مو سهل، لكن ابي اسمعكم تتكلمون وتدونون، ما عليكم اي امر. دقيقتين باقي، دقيقتين. منو خلص فيكم؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس، بعطيكم دقيقتين بعد، مو اكثر من دقيقتين، باقي دقيقة. الوقت انتهى، الوقت انتهى. منو بالنسبة لها كان هذا التاسك جدا صعب؟ جدا صعب. منو بالنسبة لك كان وايد صعب اني اكتب وادون وناقش؟ رفعوا يدكم للي تعتقد انه صعب. تردد. شو السالفة؟ ليش تردد؟ ليش مترددة؟ مترددة على انه اسعد لحظة بحياتي.
متردد ان تعبرينا شنو هي اسعد لحظه في حياتك او شنو اتعس لحظه في حياتك. انزين، منو بالنسبه لهم كان سهل اني اكتبهم وانا عارف الجواب لكن ما بيعبر حق اليمي؟ خلكم صريحين. ليش؟ شيء وايد شخصي. انتوا هني كلكم زملاء في العمل صح؟ وش طلبه؟ وين الطلبه؟ بس انتوا زملاء بينكم وبين بعض، وانتوا هني زملاء في العمل بينكم وبين بعض. شيء وايد شخصي. وذا يعني علي صوتك شوية. ما له داعي تشوف وايد جوانب من جوانب شخصيتي. احنا في مقر العمل، ليش اناقشها باسعد لحظة بحياتي ومن هو صديقتي المثالية الى اخره؟ هذه وجهة نظرك. من يتفق مع الاخت؟ من يتفق مع الاخت؟ ابي اللي يتفقون، ابي اللي يتفقون. ليش تتفقين؟ ما يصير يشوفون فيني كل شيء. هل لازم يعني البس قناع لما ادخل العمل؟ هلا ها عيل يعني نفس قناع بس يعني لازم ما بين كل جوانب شخصيتي وانا في العمل. زين اللي ورا الاخت كانت بتقول شيء. شلون يعني حياتك وايد مسكره؟ ما فهمت. اوكي، فما راح يصير في اتاتشمنت بينكم بين بعض في العمل اذا ما شاركنا او اذا ما كسرنا هذه الحواجز. اذا من يعتقد ان المفروض نكسر كل الحواجز في العمل؟ نكسر كل الحواجز الشخصيه في العمل، والمفروض الكل يعرف تقريبا وايد امور، وايد من الامور الشخصيه. من يعتقد شخصيه يعني هذه سطحيه؟ لا، لما نقول اتعس لحظه في حياتك اكيد الواحد راح يشارك شيء شخصي. أتعس لحظة في الحياة غالبا ما راح تكون في العمل نفسه. تفضلي. مو بس هالأسئلة، أنا أتكلم بشكل عام. كم ساعات العمل هني؟ 8 ساعات. من متى لمتى؟ من 7:30 إلى 2:30. كم يوم في السنة تداومون؟ كم يوم في السنة؟ 365 يوم. كم يوم في السنة تداومون؟ تقريبا 220. شلتوا منهم الويكند والاجازات، عدل؟ مع الاجازات؟ زين، شيل الاجازات كم يعني؟ 200. انزين، باقي الايام ايش قاعد تسوون فيها؟ نشتغل. لا، باقي الايام هال 100 نصها نايمين فيها. نتواصل معاهم بالويكند، نايمين فيها في اجازتنا، فالواحد يقضي اغلب وقته في العمل ولا في البيت؟ في العمل فعليا. حتى لو احنا برا العمل ممكن نتواصل مع بعض وممكن ندز مسجات مع بعض الى اخره. فهل من المهم ان نتقرب من الناس اللي معنا في العمل؟ اي نعم، مهم ومهم جدا، ولكن طبعا بحذر، بحذر سواء في العمل او في الحياه الاجتماعيه، ان احنا وي دونت شير كل شيء. في بعض الحواجز طبعا، لكن لازم نتقرب من اللي حولنا، ولازم اللي حولنا يحسون ان هم بامان لما يكونون معنا في العمل. انزين، احنا اليوم موضوعنا الذكاء العاطفي. شنو يعني الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي تعريفه بسيط، لكن كل عنصر من عناصر الذكاء العاطفي راح يحتاجون بعض التفصيل وبعض الحديث. الذكاء العاطفي القدرة على إدراك العواطف واستخدامها، إدراك شنو هي العواطف والمشاعر اللي حولي واستخدامها وفهمها وإدارتها والتعامل معها. ترى الكلام ثقيل، ما هو كلام بسيط. والذكاء العاطفي فيه 5 عناصر بتكلم عن بعضها اليوم وبنطبق بعضهم اليوم، منها الوعي الذاتي، التحكم الذاتي، التحفيز، المهارات الاجتماعية، والتعاطف. بنبدي بأول عنصر اللي هو التعاطف. شنو يعني التعاطف؟ شنو يبالكم لما أقول لكم أنا متعاطف؟ شنو؟ أحس باللي قدامي. بعد أراعي مشاعر غيري. بعد أقدر ظروف غيري، أحط نفسي مكان غيري. بالإنجليزي يعني شنو التعاطف؟ empathy. بالإنجليزي التعاطف يعني empathy وليس sympathy. sympathy له شفقة. تعاطف ليس أني أكون أشفق على الجدامي كثر ما هو أني أفهم الجدامي، أفهم مشاعر الجدامي، أحط نفسي مكان الجدامي. شنو هالجهاز؟ MRI. وين المهندسين أو اللي لهم في مجال التكنولوجيا؟ وين؟
لا لا وين وين؟ تقريبا يمكن 30% من اللي موجودين اليوم. جهاز الأمراي صنع هذا الجهاز دوغ ديتس، مهندس كبير في شركة جنرال إلكتريك، وكان جدا فخور في هذا الإنجاز. كلفه من تكنولوجيا ومن تصميم مئات من الملايين من الدولارات، وكان جدا فخور في نتيجة عمله. يعني بالنسبة له كمهندس وصل القمة أنه قدر يصنع هذا الجهاز. راح ليوم الافتتاح ويوم تدشين هذا الجهاز في مستشفى الأطفال في إحدى مستشفيات بنسلفانيا. استوعب حزتها دوغ ديتس المهندس دوغ أنه هو فاشل في عمله، فاشل في عمله. زي شلون فاشل؟ هو صنع هذا الجهاز وكرمت الشركة أوريدي، الشركة أوريدي كانت كرمته وعطتها البونس والمكافأة إلى آخره. شاف أن الأطفال كانوا مرتعبين أن يركبون هذا الجهاز، يمسكون أمهم وأبوهم، ماما بابا لا تخلوني أركب الجهاز. شنو صار في المقابل؟ خدروا 80% من الأطفال قبل يركبون هالنوع من أنواع الأجهزة اللي هي الأمراي. هل نجح في وظيفة دوغ ديتس؟ طبعا لا. 80% من الأطفال في عمر مبكر جدا يحتاجون للتخدير، أبدا ما كان الموضوع مريح. هل كانوا الأهالي فرحين باللي صاير؟ طبعا لا، يشوفون أطفالهم مرتعبين ومحتاجون يخدرونهم إلى آخره. شنو سوى دوغ ديتس؟ قام وراح تعرف على المستخدم that he's dealing with. من المستخدم؟ الطفل. راح متاحف للأطفال، راح حضانات، راح قرأ كتب للأطفال، قعد يتقرب من الأطفال. أعتقد يعني ما خاب ظني هم تطوع في إحدى الحضانات، إنه يشتغل في إحدى الحضانات. شنو قاعد يكتسب دوغ ديتس؟ خبرات غير الخبرة. شنو قاعد يكتسب؟ تعاطف مع اللي معاه، تعاطف مع اللي معاه. فشنو صار؟ باستخدام التعاطف الأمباثي استطاع المهندس ديتس إنه غير التجربة ككل في الأمراي. سماها الأدفنتشر سيريز، مكان المغامرات. فيدخل الطفل واحد من الأمراي سويتس يحصل بايرتس اوف ذا كاريبيان، يدخل واحد يحصل ميكي ماوس، يدخل الثالث يحصل ميني ماوس. كم تكلفة هذا التغيير؟ مو أكثر من 1000 دينار مثلا، لأنه مجرد سبق وإعادة تصميم للغرفة اللي هم فيها. كم كلف الجهاز أساسا؟ مئات من الملايين من الدولارات. فتكلفة إنه استخدم تعاطفه وصمم شيء حق اللي ممكن يستخدمه كانت جدا بسيطة، لكن كانت محتاجة كم كبير من التعاطف وكم كبير من الذكاء العاطفي اللي هو محور حديثنا اليوم. سماه الأدفنتشر سيريز، وعدد اللي محتاجين يتخدرون طاح إلى 28% من 80%. الأهالي وصلت الكاستمر ساتسفاكشن من الأهالي إلى 92%. فهل هذا إنجاز يحسب له؟ طبعا يحسب له، لأنه استخدم التعاطف في جهة عمله وفي مقر عمله. والتعاطف مرتبط بالإبداع في أكثر من مجال، في مجال الهندسة، في مجال القانون، في مجال الفنون، وفي مجال إدارة الأعمال. في مجال ما حطيته، شنو هو؟ مجال مهم في حياتنا، الطب. هل التعاطف مهم في الطب؟ هل أنا المفروض أن يكون متعاطف كطبيب مع اللي أمامي؟ طبعا لا. هل الطبيب يسمح له عادة أنه يجري أي عملية جراحية مثلا على أحد من أقربائه؟ لأن راح تكون نسبة التعاطف جدا كبيرة. لكن في وايد من المجالات، خصوصا في الهندسة، خصوصا في الإدارة، التعاطف تعتبر من أهم السمات اللي يحتاجها العامل. تفضل. لكن أخلاقيا تسبب زعزعة شوي. طبعا طبعا. لا لكن ليش وايد من الأطباء ما يفضلون يسوون عمليات حق أقاربهم؟ شو اللي يصير بعد العملية؟ ممكن ان المريض مثلا يتأثر او يتأثر او إيه؟ صارت مضاعفات، تصير مضاعفات حق اي مريض، لان في كونكشن بينه وبين هالمريض، في كونكشن بينه وبين هالمريض. بالضبط. هل التعاطف مهم في جهة عملكم؟ ابي للموظفين اللي موجودين ورا، مهم ولا مو مهم؟ شلون؟ ممكن اسمك الكريم؟ زهران. ومليون نعم. عندنا إيه لازم أتفهم نفسيتهم، إيه أتفهم حالتهم، هم ليش زعلانين، ليش مضايقين، عشان أقدر أفهم مشكلتهم، عشان أقدر أتواصل وياهم. أوكي، لازم أفهم المستخدم، اليوزر اللي جايني مثلاً، عشان أفهم مشاكله. لو ما عندي تعاطف شو يصير؟
كنا قاعد احاكي ماكينه او انا راح اكون ماكينه يعني حشاك احاكي لك ماكينه يس يس ما راح استوعب وهو شنو يبي وهو ما راح مثلا ما راح يصير عنده ساتسفاكشن ان اللي قدامه فهمني راح يطلع مظالم ممتاز زين هل احنا نبي مدير متعاطف من فينا يبي مدير مسؤول متعاطف او دكتور متعاطف مثلا رفعوا ايدكم مدير متعاطف مسؤول متعاطف او بالنسبه للطلبه مدرس متعاطف شنو ما تبون اي لا الطلبه بالذات ما شفتهم رفعوا ايدهم شلون اي مثلا انزين ليش منو هني مدير وما فوق رئيس قسم مدير فما فوق شنو كلهم موجودين هني رئيسة قسم ومدير فإشرافيين أغلبكم عدل تبارك الرحمن إنزين هل مهم أن يكون مدير متعاطف لازم يكون متعاطف إنزين إذا كانت نسبة تعاطف وايد عالية شو يصير يصير تسيب ليش بس إحنا كلنا اتفقنا أن نبي المدير يكون متعاطف لكن هني مديرتكم تقول أنه ممكن يصير فيه تسيب إذا كانت جدا متعاطفة فالحين تعاطف مفيد ولا مو مفيد شنو باعتدال يعني؟ يعني تعاطف يعني شيء اوكي يعني شيء مقنع باعتدال اذا واذا كانت المديره تطوف الاستئذانات للكل كل ما حد يا المديره قالت انا اليوم بستاذن امشي بستاذن امشي من بيبقى بالعمل؟ لازم يكون في توازن ولازم الموظف نفسه يكون عنده حس كبير من التعاطف وافهم اللي قدامي اللي هو المدير انزين شنو اثار السلبيه للتعاطف تعاطف هي سمه من سمات او عنصر من عناصر الذكاء العاطفي فيها ايجابيات في العمل فيها سلبيات في العمل شنو سلبياتها استغلال ممكن انه يستغل المسؤول المدير او الموظف حتى مثلا انا موظف في الاي تي وقاعد استقبل طلبات ممكن يتم استغلالي فور اكزامبل بعد الشخص يتماده شخصية ضعيفة دقيقة شنو يعني شخصية ضعيفة احنا وايد نقولها بس شنو يعني لما نقول فلان شخصيته ضعيفة او فلانة شخصيته ضعيفة الله اكبر هل المتعاطف غير حازم هل بالضرورة انا لما اكون متعاطف اكون غير حازم مو بالضرورة لما تزيد نسبة التعاطف تفضل يتحكمون براءة ممتاز هذه الأولى التعاطف ننتقل للعنصر الثاني وبعدها بناخذ استراحة للصلاة ونستكمل بإذن الله بعدها الحين العنصر الثاني الوعي والتحكم الذاتي الوعي بالمشاعر اللي أحملها وكيف أني أتحكم في تلك المشاعر كلكم بيدكم أوراق وأغلام عدل أوراق أو أغلام أو بتليفونكم نوتس اللي يناسبكم اللي يبيكم تسوونه بشكل فردي الحين وما بيسمع صوت ما عليكم أمر بشكل فردي انزين بشكل فردي ان تكتبون كل المشاعر اللي تضري على بالكم فرح غضب كل المشاعر اللي تضري على بالكم وبعطيكم دقيقة بالضبط وابي على الاقل 20 من العواطف او المشاعر على الاقل 20 من كل واحدة فيكم ما عليكم أمر بشكل عام ومو شرط اللي قاعد تشعرين فيه حاليا لا 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 بشكل عام شنو من المشاعر شنو المشاعر اللي تصدري ببالك بليز ما ابي اسمع صوت عشان الكل يركز وبعطيكم بالضبط دقيقه وابي على الاقل 20 اللي عندها سؤال ترفع ايدها وييها لي مكانها على الاقل 20 ما عليكم اي امر ما نبي نسمع صوت ما عليكم أمر نبي تركيز كامل
أي شيء يطري بالكم، كل المشاعر اللي بالكم، كل المشاعر اللي موجودة في الحياة. اي 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 كتبوها. لا 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 بس ستة. كله كله كله، لا مو حاليا، بشكل عام. بعطيكم 30 ثانية، أبي على الأقل 20 من كل واحدة، على الأقل 20. قاعد أشوف 4 5، أبي 20، أبي 20 على الأقل. أشوف 4 3 5، نبي 20. هني قاعد أشوف وايد بالنوتس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوقت انتهى. منو قدرت تكتب على الأقل واحدة من المشاعر؟ على الأقل، على الأقل واحدة. كم كاتبين؟ مش كاتبين 5؟ اللي قبل منو؟ على الأقل واحدة. لا ليش؟ ما أوكي مو مشكلة، على الأقل واحدة، على الأقل 2، على الأقل 3 4 5 6 7 8، على الأقل 9، على الأقل 10، على الأقل 11، على الأقل 14، على الأقل 15. 14 كم؟ 15. في أحد أكثر من 15؟ في أحد أكثر من 15 كم؟ 18. في أحد أكثر من 18؟ إي ولا لا؟ اللي كاتبة 18 ممكن ما عليك أي أمر تقرينهم صوت عالي وتبين أقرأهم عنك؟ بس أخاف ما أقرأ الخط. السعادة، الحب، الفرح، الغضب، الرضا، التفاؤل، التشاؤم، العتب، اللوم، الراحة، المشقة، التعب، الضيق، الاكتئاب، الخوف، الراحة، الرضا، المسرة. 18. الكاتبة 15، اقريهم على تمر. ما اقريهم لا ليش؟ مو اللي تحسين فيهم. بصوت عالي ما عليه تمر. بصوت عالي 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 ما عليه تمر. هابي، انجري، اكزوستد، كايوس، سوري، اوكي. الباقي ما تبي زين. من عنده مشاعر مختلفه ما قالوها اخواتكم؟ استياء، انزعاج، بعد طمانينه، تردد، تجاهل. زين ايش بنسوي بهالمشاعر اللي طلعناها؟ اللي بنسويه كالتالي، اللي بنسويه كالتالي، ابي كل واحده فيكم، كل واحده فيكم، وتقدر تسولف مع اللي يمها، تختار 3 من هالمشاعر وتكتب شنو ممكن يثير هذه المشاعر. يعني مثلا الغضب، شنو ممكن يثير الغضب عندي اذا مثلا واحد تعداني في الشارع مثلا؟ هذا راح يثير الغضب عندي. 3 مشاعر وشنو ممكن يثير هذه المشاعر، وكتبوها لو سمحتوا. تقدرون تسولفون مع اللي يمكن. والاخت اللي طلعت 18 هذه هديتك، تفضلي نعطيها صفقه. اسمك الكريم شهد. ومليون ألف نعم، ومليون ألف نعم مهندسة شهد. زين بعطيكم دقيقتين تفكرون في السؤال. يس، لازم سلبي ولا إيجابي تسأل زميلتكم؟ عادي سلبي إيجابي. زين اخر مشاركه، اخر مشاركه نبيها منها صدره، لان ما سمعنا ولا شيء منها صدره. تفضلي. اي نعم اي نعم تفضلي اي نعم تفضلي. اشكر عند السعاده ممكن نعطيها انتباهنا. اي تفضلي. لما اسعد غيري او شخص احبه اي ممتاز. والغضب احس بهو شيء لما الشخص اللي ما يهتمني. انزين متى احس بالراحه؟ لما انجز شيء من المهام اليوميه، مثلا يصير الليل يعني
ممتاز ممتاز. زين الحين كلنا عندنا ثلاث مشاعر كاتبينها صح؟ نختار اول واحده كاتبينها. شنو هي مثلا عندك؟ الحزن. ونختار ثاني شيء مكتوب عندك. شنو عندك ثاني شيء؟ الحزن والخوف. ابيكم تختارون الثلاثه اللي عندكم وتشوفون شنو الشيء اللي ممكن يحولكم من اول واحده الى ثاني واحده الى ثالث واحده. يعني مثلا الفرح الى الحزن، شنو الشيء الموقف اللي ممكن يحولني من اقصى الفرح الى اقصى الحزن؟ شنو الموقف او الشيء اللي ممكن يحولني من اقصى الفرح الى اقصى الحزن مثلا؟ بس من المشاعر اللي عندكم اللي انتم كاتبينها ثلاثه، من المشاعر الثلاثه اللي اخترتوها. تمام، فكروا فيها بشكل فردي، ما عليكم امر. من الاستياء الى الغضب مثلا، اذا انا كنت مستاء شنو الشيء اللي يخليني اغضب مو فقط مستاء مثلا؟ بعطيكم دقيقتين خلصة؟ ممتاز، بنبدي فيك إن شاء الله. بعطيكم دقيقتين ما عليكم أمر. إذن يعني عندك الخوف والشوق والفرح، شنو الشيء اللي يحول أنت تكوني خايفة بأقصى مراحل الخوف؟ شنو اللي يخليك شنو الموقف اللي ممكن يخليك تحولين هالمشاعر إلى شوق مثلا، أو من شوق إلى فرح؟ مثلا أنا مشتاق إلى أمي مسافرة، اللي يحولها إلى فرح لما أمي ترد من السفر مثلا. فمن الشوق إلى الفرح، أو من الفرح إلى الشوق. أنا مستانس وايد الحين بهالموقف اللي أنا فيه، لكن تذكرت أن أنا مشتاق حق أمي اللي مسافرة، فخلاص راح الفرح ويا الشوق مثلا. تمام، الوقت انتهى، الوقت انتهى. بنبدي بزميلتكم اللي ورا. اسمك الكريم والنعم، تفضلي. امتنان، امتعاض، مثقل. ممتاز. ايه ايه ممتاز. ايه ممتاز ممتاز. نصفق لها، ما عليكم امر. لا الربط ممتاز، ربطين موقف. منو بعد يبي يشاركنا بنفس ابداع زميلتكم؟ نفس الابداع، نبي نفس ابداع زميلتكم. البار مرتفع الحين، تفضلي. اول شعور الارهاق. الارهاق اللي حوله ليه امان. اي من ارهاق الى امان. سبب الارهاق المسؤوليات، عدم التقدير. اي كثره المشاغل. شو اللي حوله ليه امان؟ الاحتواء، احد يحتوي، يساعد، يقدر. ممتاز، فتتحول مشاعر الارهاق الى امان. ممتاز. الامان متى يتحول الى حزن؟ الامان يتحول الى حزن، شلون؟ اي تفضلي. عشان الامان يصير حزن. اي فقد الاحبه هذا اول شيء. اوكي، افضل شخص احبه اكيد. يتحول الى حزن من امان، من امان وانا قاعد في حزن. هم مشاكل مع الناس من الحزن. تمام، عدم التفاهم. ممتاز، واضح واضح واضح. عساك على القوة، عساك على القوة، واضح جدا. نبي مشاركة ثالثة، آخر مشاركة، ما عليكم أمر. منها صدرة، منها صدرة، من بيشاركنا منها صدرة؟ أختنا اللي هني، تفضلي. إيه نعم، أنت يا بليز خلنا اعطيها اور اتنشن بليز. من وناسه الى حزن، شنو الشيء اللي يخليك تتحول مشاعرك من الوناسه الى الحزن؟ اي بعيد الشر ان شاء الله. يحول هالمشاعر الفرح والوناسه الى حزن. وشنو الشيء الثالث؟ اوكي تفضلي. ما كتبتي؟ انزين ننتقل للفكره اللي بعدها. اللي سويناه تو، منو كان صعب بالنسبه له يحول بين المشاكل بين المشاعر؟ منو كان هالاكتيفيتي جدا صعب؟ واحد، ليش؟
شلون؟ شنو هما اللي عندك؟ الغضب والإحباط والثالثة والسعادة. ماكو شيء يحول من الإحباط إلى السعادة لما أنا أكون محبط إلى سعادة، ماكو شيء بينهم؟ من الغضب إلى الإحباط. إذا من الإحباط إلى الغضب؟ لا، ممكن أكون أنا محبط لكن ما اتخذت أي فعل يتحول هالشيء إلى غضب إذا زاد علي الموضوع، تمام؟ إنزين، فإحنا عشان نفهم مشاعرنا المختلفة ونقدر ننظمها، اللي سويناه تو إنه قاعد ننظم المشاعر، إن ننتقل من عاطفة معينة إلى عاطفة أخرى. هذا شيء هو المفتاح للذكاء العاطفي. إحنا أرد وأكرر، إحنا بثاني عنصر من عناصر الذكاء العاطفي اللي هو الوعي والتحكم الذاتي. الأول اللي تكلمنا عنه التعاطف، الحين إحنا بالوعي والتحكم الذاتي ثاني وثالث. إنزين، كلنا لنا أطباع معينة، صح ولا غلط؟ لنا أطباع معينة ومرات نعرفها ومرات غيرنا يقولونها. من العوامل اللي تأثر على أطباعنا كبشر التالي: في عوامل وراثية تأثر علينا، أن أنا أبوي كذي فأنا أكون كذي، وايد تصير. رغم اثنين، أمور جسدية، بنية جسمي بعيد الشر ذاتي، أمراض مثلاً تأثر على أطباعي. رغم ثلاثة، تجارب بالحياة اللي تشكل لنا بعض الأطباع. ورقم أربعة، النشأة والبيئة اللي أنا فيها. الحين شو بنسوي؟ شو نتوقعون بنسوي؟ لا 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 لا، مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. أبيكم تكتبون بالنسبة لكم، تمام؟ شنو إيه هي ثلاث، حددوا ثلاثة من أهم الأطباع اللي تعتقدونها عندكم، ولا تكلمون اللي حولكم، لا تكلمون اللي حولكم. شنو ثلاثة من أهم الأطباع اللي عندكم؟ مثلا أنا عصبي، هذه من أطباعي، عصبي، سهل مع الناس مثلا. كتبوهم ثلاثة من الأطباع بوجهة نظركم أنتوا عن نفسكم، وكتبوهم عليكم أمر، سلبي إيجابي أي شيء. ثلاثة من أطباعكم، ثلاثة من أهم أطباعكم. شوف في ناس قاعدين حاشون ما يبون يشاركونا بالأطباع. تفضلي. ثلاثة من أهم الأطباع، وحاولوا ما تكلمون اللي حولكم عن أطباعكم، حاولوا ما تتكلموا مع اللي يمكم بذر الإمكان. وما في تعريف معين للأطباع، اللي ببالكم أو اللي بالنسبة لكم هذا طبع، ما راح نعتمد تعريف معين للأطباع. منو خلصت؟ اي، اللي انت تعرفينه عن نفسك، مو اللي يقولونه عنك، اللي انت تعرفينه عن نفسك. انا اعتقد ان انا مثلا كريم، لكن لما اسال شريكه حياتي ممكن تقول عني بخيل مثلا، تمام؟ بس اللي انا اعتقده عن نفسي من اطباعي. منو خلصت؟ منو ما زالت تكتب؟ من الموضوع وايد صعب بالنسبة لها، ترى الموضوع ما هو سهل، ترى اللي قاعد نسويه الحين ما هو سهل أبدا 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 أبدا. اللي يعتقد أنه هو سهل ترى مخطئ عادة. منو خلصت؟ منو ما زالت تكتب؟ منو ما زالت تكتب؟ خلصوا شوي. كم واحدة كتبتي؟ ثنتين. كم واحدة كتبتي الأخت اللي وراء؟ ثنتين. إنزين، الوقت انتهى. الحين اللي بنسوي، تتواصلون مع أي أحد قريب منكم في بيتكم، صديقاتكم، أو ممكن من زملائكم اللي معاكم هنا في القاعة، وتطلبون منهم أن يوصفون ثلاثة من أطباعكم. تقدرون تتصلون تليفون، تدزون مسج، لكن الحين خلال خمس دقائق قولوا لهم شنو الأطباع. إذا بتحددون ثلاثة أطباع لنا، شنو هي ثلاثة أطباع؟ دقوا تليفون، دقوا تليفون، نبي أسمع تليفونات الحين. شلون؟ ايه، مهندسة فاطمة العازمي نادونك.
ينادونك حددي اطباع البشر. اول شيء تحب تشارك دزين لها اياهم مسج عشان تكتبهم، لازم ندونهم ترى. ثلاثة قولوا لهم ثلاثة من أهم الأطباع، وترى ما عندكم إلا أربع دقائق. دززوا المسجات، سووا الاتصالات، كتبوا بجروب العائلة، بجروب الصديقات. شكله ما عرفت اطلع قاعد تشوفهم. اوكي نبي ثلاثه، قولوا لهم يحددون ثلاثه بالضبط. نبي ثلاثة أطباع، من حصل؟ رد عليكم بسرعة. خلصتي؟ خلصت. خلصت اتصلت؟ كل اللي موجودين يبغون إذا أنتم زملاء في العمسة ما بعرف. كل هو يبغون أخ آه ما شاء الله. لا 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 تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. كل واحد فيكم يسوي في الثاني. خلصنا بعد. باقي دقيقتين سووا آخر اتصال. نبي ثلاثة أطباع. خلصتي؟ من الحين ما خلصت؟ يلا منو ما خلصت؟ اوكي الوقت انتهى، الوقت انتهى. منو فيكم شافت مطابقة بين اللي كتبت الأطباع اللي كتبتها واللي قالوها أهلها لها؟ منو؟ أبي مطابقة. مطابقة؟ بالضبط؟ ممكن تشاركينا ولا لا؟ يا جماعة خلاص الوقت انتهى، الوقت انتهى حتى اللي ما خلصت خلاص. تفضل. خلاص خلاص نسكر المكالمات. الأولى مزاجية وبرود، وهل أنت قايلة عن نفسك برود؟ والثالثة متهورة متهورة، هل فعلا الكلام كله كان صحيح؟ ويطابق. من سألتي؟ اسالت خواتها، وخواتها قالوا بالضبط اللي هي تعتقد عن نفسها. بعد ابي مطابقه. تفضلي. اوكي صديقتي سرقت عليك. عصبيه. عصبيه. ام مدمعه. قلقه. هي ردت ام مدمعه حرفيا نفس الكلمه. عصبيه. عصبيه ما حطت الثالثه فهي متسرعه. اوكي بعد تفضلي. تنظيم وانجاز وتعاون، ما عليكم امر، نعطي زميلتكم الاتنشن. ما عليكم امر مهندسه فاطمه، مهندسه فاطمه نعطي زميلتكم الاتنشن. تفضلي. منو؟ تنظيم وانجاز وتعاون. انزين فردوا علي شقرديه فزعه. شقرديه فزعه؟ اي في تطابق اكيد. الله يعطيك الصحه والعافيه. انزين نبي نحدد، شفتوا العوامل اللي مكتوبه عندكم؟ ابيكم تحددون شنو من هالعوامل اللي لها علاقه بال عوامل وراثيه، يعني مثلا انا طيب لانه ابوي طيب مثلا. شنو منهم الامور الجسديه؟
مثلا انا كسول لان جسمي ما يساعدني مثلا، هذه اوامر يعني امور جسديه. تجارب الحياه شنو منهم يكمن تجارب الحياه؟ يعني مثلا انا طيب لان كل اللي حولي في بيئه العمل كانوا طيبين معي فانا اصير طيب مثلا. ورابعا النشأة والبيئه هم بنفس الطريقه الى حد ما. فابيكم تحددون العوامل. انتم تقريبا عندكم من 3 إلى 6، 3 اللي انتم كتبتوهم، 3 اعطوكم اياهم، كتبوا لهم كل واحده شنو فيهم من اموركم الجسديه، من وراثه، من تجارب الحياه، او من النشأة والبيئه اللي كنتم فيها. يعطيكم العافيه، حياكم الله. خلصتي؟ بنبدي فيك ان شاء الله. خلصنا، ما رد عليكم وعليكم، خلصنا عادي. نوقف مكالمات الحين. الوقت انتهى، بنبدي بزميلتكم اللي تبي تشاركنا ان شاء الله. انا تكلمت عن نفسي العصبيه. العصبيه. اوكي تمام، وراثة. انا اجتماعية. اجتماعية. فاتوقع من النشأة والبيئة. من النشأة والبيئة. في تعاملات وايد. اوكي، وثالثة. ثالثة حساسة، اتوقع من التجارب والحياة. حساسة. واضح. شكرا على المشاركة. بعد من هي المشاركة؟ تفضل. طبعا جدية وراثة. اوكي جدية. ايه؟ السرعة في العمل وإلغاء الأوامر وتجارب الحياة. اوكي. صبورة في تفهم مشاعر غير تبع تجارب الحياة. هم تجارب الحياة، صبورة من تجارب حياتك. شلون؟ شلون؟ ايه؟ تجارب حياتي يعني سبحان الله، يعني أشوف إن سبحان الله عرفت موقف شيء، يعني فاهمة ليش صار لي هالموقف هذا، شو الحكمة اللي يجي من الموقف هذا. واضح. جواك الله، بعد نبي آخر مشاركة، نبي أحد ما شاركنا من قبل. نبي احد ما شاركنا من قبل. تفضل. انانيه. من زين؟ من تجارب الحياه خلتك انانيه. رقم 2 حليه. وراثه. انفعاليه. من النشأة والبيئه خلتك انفعاليه. انزين الحين ابي نفكر مع بعض شنو تاثير اطباعنا على حياتنا الشخصيه؟ شنو تأثير أطباعنا في الحياة المهنية وشنو تأثير؟ وخلونا من آخر سؤال بنفكر فيه بعدين، شنو تأثير هالأطباع علينا في حياتنا الشخصية؟ شنو تأثير هالأطباع علينا في حياتنا المهنية؟ حياتنا الشخصية في البيت مع أصدقائنا، حياتنا المهنية في العمل، شنو تأثير هذه الأطباع علينا؟ فكروا فيها شوي وحاولوا تكتبوا تدونوا. أنا ودي إن أي شيء قاعد نتكلم عنه اليوم قاعد تدونونه، هذا بيكون يعني دايري لكم كلكم، لأن ما أعتقد باعتقادي اول مره في حياتكم تكتبون هالامور كلها على ورق. باعتقادي فجاوبوا على الاول والثاني. الرقم الثالث بني لنا بعد دقيقه شنو تاثير اطباعكم عليكم في الحياه الشخصيه وفي الحياه المهنيه. الوقت انتهى. كيف تؤثر اطباعك عليك على المستوى الشخصي؟ في احد بده يشارك؟ الأولى مو لازم الكل يشارك. تفضل. الناس يشوفونك في محيطك الاجتماعي صعبة التعامل. وعلى المستوى المهني العصبية؟ بس هل أثر هالشيء عليك في المستوى المهني؟ يعني مثلا انفصلت من وظيفتي لان انا عصبي مثلا. اوكي، بس في الحياه الشخصيه في تاثير عليك، تاثير سلبي؟ اوكي، لكن في على المستوى المهني بس القناع في الدوام. اوكي تمام. بعد من يبي يشارك؟ تشاركينا؟ انا عصبي. اوكي تفضلي. شو اللي ما فهمتين؟ انا ما تفهمين وايد عربي. أنا قاعد ترسمين لأن ما تفهمين وايد عربي. إنزين. How does it impact you on a personal level? How does it impact you on a professional level? أطباعك your temperament factors. شلون يأثروا عليك on a personal level وشلون يأثروا عليك on from in your career. Think about that. بس أبيك تكوني معانا وبحاول مهندسة فاطمة تسمحيلي شوي أتكلم إنجليزي ولا ما تسمحيلي؟
اكيد لان مهندسه فاطمه قالت لي تتكلم انجليزي بهالقاعه. ترى للعلم والمعلوميه مهندسه فاطمه العازمي كانت احدى طالباتي في كورساتنا في الهندسه الصناعيه في جامعه الكويت. يصير اتكلم شويه. كانت من اصل الحين انا تقريبا درس 400 طالب بلا اي تردد اذا باشر على النمبر 1 راح يكون هني. فيعني لازم شويه تحيه لها وتستاهل هذا التقدير بلا اي تردد بلا اي تردد. الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظها. الله يحفظها الله يحفظها وفخورين فيها احنا فخورين فيها. فلما قالت لي مهندسه فاطمه تعال طبعا لازم اقول ايه طبعا لازم اقول ايه لان انا ناطر يوم ان تطلب مني شيء مهندسه فاطمه. زين نرجع الحين الى محور حديثنا. اي من هذه الاطباع تريد تغييرها؟ شنو من هالاطباع ودكم ان تغيرونها بنفسكم؟ مثلا انا عصبي وحيل ودي اغير هالعصبيه اللي فيني. تفضلي. العصبيه فعلا تبين تغيرينها من رقم 1 و2 استوعبتي ان هي فعلا مأثرة عليك. منو من يبي يشاركنا؟ تفضلي. الطيبه بزياده تكلمي اكثر على المستوى الشخصي والمهني. الشخصي المهني طيبتك ما سويت لك مشاكل. اوكي الحمد لله. انزل تبين تغيرينها. اوكي بعد اخر مشاركه تفضلي. اي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انزين وخرنا شوي. حاولت شيء ان انا اكسر اشياء. اوكي اي حاولت اغير من نفسي انا من نفسي الشخص اللي قاعد يتاذى معي وانا اللي ادي نفسي جسديا كلها هذا صار ارهاق جسديا. فحاولت شيء ان انا اكون وحيده. شلون؟ قعدت شوي مع نفسي. ايه ممكن إيه؟ عش لتغيير هذا الطبع. أيه. أوكي. حاولت الشيء كله من يعني من عصبية ليه هاد. هدوء. هادي وعادي أتكلم مع الشخص حتى لو كان هو معصب معي يعني عصابة وصلت لي إن الانفجار عادي أتكلم. إنزين ليش شو اللي خلاص يبين تغيرين هالأطباع؟ هل لأنه أثر عليك على المستوى الشخصي؟ أثر عليه على المستوى الاجتماعي. أوكي. واضح. يعني لدرجة إن الناس ما قاعد يتحملون أي كلمة. واضح. مشكورة على مشاركتك الشخصية. تستاهل. شكرا على مشاركتك الشخصية. إنزين. الحين نتكلم بكلام لبعض الناس ممكن يكون بديهي وأنا متأكد عاد هالأكتيفيتي فكرتوا فيه من قبل. لكن أبيكم تدونونه. أبيكم تدونون الكلام أو الأمور اللي راح أطلبها منكم. من العناصر المهمة للوعي الذاتي والتحكم الذاتي نعرف شنو هي نقاط قوتنا شنو هي نقاط ضعفنا. أعتقد يعني كلام وايد سامعينه من قبل لما نقول هذه نقاط ضعفي وهذه نقاط قوتي. لكن أبيكم تكتبون. أنا اللي يهمني اليوم أنك قاعد أكتب أي شيء قاعد نتفكر فيه. شنو نقاط قوتكم ونقاط ضعفكم؟ على الأقل ثلاثة for each. ثلاثة من نقاط القوة ثلاثة من نقاط الضعف. Three strengths and three weaknesses from yourself. Please try to write them down. Three strengths and three weaknesses. Yes, please. Yeah. Tafali. We will write all the things down. Yes. We will make everything tight in our hands, in our heads, in our minds. Yeah. Where we will get there then? We'll see. We'll talk about that in just a second. At the end, okay? But it's important for me that we write everything down right now. من المهم أن ندون كل الأمور قاعد نتكلم عنها. بعد هالجزء راح ناخذ الاستراحة إن شاء الله. يا هاي الحين ولا؟ خلصنا. إيه تقريبا خلصنا. أنا موجود هنا يعني؟ بعد هالأكتيفيتي راح ناخذ الاستراحة إن شاء الله. ثلاث نقاط قوة. ثلاث نقاط ضعف سواء في العمل او غير العمل بس مو اكثر من ثلاث. ابيهم ثلاثه بالضبط قوه وثلاثه بالضبط ضعف.
يبيكم تحددون أهم نقاط قوتكم وأهم نقاط الضعف اللي عندكم، وما عليكم أمر مو أكثر من ثلاث. ثلاثة من نقاط القوة وثلاثة من نقاط الضعف. منو قاعد تشتغل لما الحين؟ أوكي بعطيكم دقيقتين عشان ناخذ الاستراحة إن شاء الله، عشان ناخذ استراحتنا إن شاء الله. الوقت انتهى. ثلاث نقاط قوة ثلاث نقاط ضعف. شو كتبتي؟ المايك عندك. نقاط القوة لا مبالاة، هذه نقاط قوة. شلونك شرح لي؟ ما حد يقدر يأثر علي. انزين رقم اثنين شلون؟ الصبر. رقم ثلاثة انزين والضعف؟ الضعف عصبية. عصبية اوكي، هذه من اطباعك اللي تعتبرينها من نقاط ضعفك. انزين اوكي، بعض المرات اكون سلبية. انا ملاحظ ان زميلتكم استخدمت اطباعها هني في نقاط قوتها ونقاط ضعفها. نقاط القوة ونقاط الضعف مو شرط تكون اطباعنا، ممكن تكون مهارات عندنا. انا عندي مهارة معينة واقدر احولها الى نقطة قوة او نقطة ضعف الى اخره. تفضلي. ايه تفضلي. نقاط قوة. قوة اتصرف بسرعة. اقول الحق ولو على نفسي. وصبورة. نقاط ضعف. أخاف من المستقبل ومتشائمة ووسواسية. تمام. بنختم هني إن شاء الله، بنختم هني إن شاء الله ونبدأ استراحتنا لمدة 25 دقيقة ونستأنف إن شاء الله ساعة. إن شاء الله إن شاء الله. سلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور، جزاكم الله خير وشكرا على الاستضافة الكريمة. الله يحفظكم. صباحكم الله بالخير. أنا عيسى نصاري، أستاذ جامعة الكويت والحين مؤقتا بالمجلس الوطني. سعيد بوجود زميل راضي كلاس أوبن مايند دكتور محمد الصقر الزايد، والأجمل حضوركم وتفاعلكم. إن شاء الله تكونون يعني استفدتوا من هذه الخبرة، وأكيد إن شاء الله الخير في بالكم إن شاء الله. قواك الله قواك الله، شكرا على الاستضافة. شكرا يا دكتور، شكرا جواك الله. كل عام بخير. يعطيكم العافيه، نستأنف ساعه واحده باذن الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معاكم عناصر الذكاء العاطفي. تكلمنا عن عنصرين، شنو هما؟ التعاطف، والثاني الوعي والتحكم. الوعي والتحكم الذاتي. انزين نقول بسم الله ونتكلم عن العنصر الرابع التحفيز. لما نقول التحفيز شنو نقصد بالتحفيز؟ الهام. شنو؟ الهام. بعد شيء يثير دعم دافعة، شيء يدفعني. انزل لكل منا دوافع، ومن أهم الدوافع ممكن تكون دوافع خارجية ودوافع داخلية. أن الواحد دوافع تي من الداخل، واحد دوافع تي من الخارج. شنو يعني دوافع خارجية مثلا؟ دعم معنوي او مادي. تمام. اذا مثلا انا اؤدي هالوظيفه لاني ابي احصل على مكافاه، انا دافعي خارجي ولا داخلي؟ خارجي. اذا انا اؤدي هالوظيفه لان هي تعطيني سعاده في نهايه اليوم، داخلي. واضح. انزين نتكلم عن نظريتين من نظريات التحفيز، بنحاول قدر الامكان ان نبسطهم ونشارك بعض فيهم. نبي ثنتين يشاركونا، ما عليكم امر. بنلعب سله تقريبا، تقريبا كره سله. ثنتين يشاركونا مو شاركتين، ما عليكم امر. نبي واحده من هني من التدريب وواحده من الموظفات. اختاروا من تزكين. منيره تعالي. حياك منيره، حياك. صدقوا لها. شو اسمك؟ منيره، حياك. ونبي تزكون واحده من اللي ورا. نبي لاعبه، هي قاعد تمثلكم الحين.
وين دلال؟ يلا تفضل يا دلال. منيرة ودلال، منيرة تمثل معهد ودلال تمثل موظفين المجلس. تسمون نفسكم مجلس مو مؤسسة، تسمون نفسكم المجلس. انزين موظفين المجلس وتمثل الطلبة المتدربين. انزين تعالوا حياكم للستيج. انزين اي في كرة بنلعب سلة. انزين منو فيكم بياخذ الوقت لنا؟ تايم كيبر. اي منو؟ نبي جهه، نبي واحده منكم وواحده منهم عشان ما نكون عشانكم محايدين. واحده منكم وواحده منهم تفضلي، ومني من الموظفين هنا. اوكي انزين ابيك توقفين، معلش امر اسمك مره ثانيه. دلال. اخذ دلال توقفين هني، تاخذين الكره هني عندها الواير، تاخذين الكره وتحاولين تكونينها. نعطيها ايش كثر؟ 60 ثانيه اكبر عدد ممكن. ونبي المهندسه فاطمه تعد كم مره كونت الكره داخل. مهندسه فاطمه تعدين كم مره كونت الكره داخل. نثق بالمهندسه فاطمه ولا لا؟ الفريقين يثقون فيها. تمام. والوقت عندنا ثنتين. شو صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. اسمك الكريم؟ مريم. مريم تقول قريب، تفضلي اسرع اسرع. كم ثانية باقي مهندسة؟ نص دقيقة. كثر باقي؟ ثلاث ثواني. تايم از اب. بس 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 كم عندها؟ 17. اسمك؟ نيره. تعال هني. اوكي هني شنو لا اي تفضل تفضل خلوا بعد هذه قوانين اللعبه. تفضلي. لا هني 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 عند هذه عند الميكروفون. نعم. لا 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 ما نخليها العكس. لا 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 لا, لا. نوقف هني. ايه دير بالك بس ها حطي بالك. زين هني من هني من هني. اوكي ثبتوا، خلنا ثبتها ببطء المايه او شيء. انزين لا 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 انزين كم نعطيها؟ 60 ثانيه. ومنو بيعد؟ مهندسه فاطمه بتعد. تفضلي ما تتحركي من هالمكان. اوكي زين منو يساعدها اللي يجيب لا لا انت يجيب الكور. لا تفضلي تفضلي. حمسوها انتو بعد زميلاتها. مهندسة فاطمة مهندسة ايش كثر باقي؟ 40 ثانية. كم كونت فاطمة؟ 2 سو فار. كم كونت زميلتكم؟ 17. من الفايز؟ اللي فوق فايزين. لا تساعدونها. كلش. كم باقي من الوقت؟ 6 ثواني. 5 4 3 2 1. تايم از اب تايم از اب. كم عندها مهندسه؟ كم؟ 3. كم عندها زميلتكم؟ من اللي فاز؟ تفضلي. نبي بعد ثنتين يشاركونا. لحظة 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 صلوا عنا. أبي ثنتين يشاركونا، واحدة من التدريب واحدة من الموظفات. رابعة رابعة تعالي رابعة يبون اشتين وبين الموظفات. خديجة أستاذة خديجة تفضلي. اختاروا كيفكم تذكرون أحد يمثلكم. أستاذة خديجة يبونك.
يلا يا رابعة. نورة. نورة الحسين. أي أحد يلا بالموظفات يلا. من هني توقفين. رابعة ونورة. رابعة تمثل المعهد ونورة تمثل المجلس. أزاي من البطل توقفين. نعطيها 60 ثانية تفضلي. كم واحدة سوفار؟ واحدة زين. بعد ايش كثر باقي وقت؟ 12 ثانية. خلص الوقت. اسمك نورة. تفضل يا نورة. احنا من ساعة ايش سوينا؟ سوينا اول شيء المعهد ولا اول شيء الموظفين؟ موظفين بعدين معهد. زين تفضلي. الموظفين نفس المسافة. ايه هني تفضلي. كم جابت زميلتكم؟ ثنتين. عند البطل. بسم الله. دير باش دير بالك. زميلتهم كانت جايبة كم؟ لا لا الأول شيء اللي الحين من هنا اثنين او منافستها. وين المنافسة؟ رابعة وينها؟ كم جبتي رابعة؟ وهي الحين كم جابت؟ واحد. ايش كثر عندها وقت؟ ست ثواني. خمس ثواني. لا 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 كم بقى وقت؟ زيدي لها دقيقة. زيدي لها دقيقة تفضلي. زيدي لها دقيقة تفضلي. بس ابي اعطيها دقيقة. تفضلي. نورة جد مهني عند الواير. لا لا جد مهني عند الواير عادي. جد مهني مكان اللي تبينه. اثنين كملي. لا بس مهني عاد. اوكي ايش كثر باقي لها وقت؟ خل نساعدك. كم يابت؟ ايش كثر باقي؟ 13 ثانية. أربعة. خلص الوقت. شكرا. تقدر تتفضلين. من فاز؟ نورة. المجلس. من فاز أول مرة؟ المجلس. شنو الظلم؟ ليش وين الظلم؟ شنو؟ هل الحياة فيها هل الحياة فيها عدل؟ لا. هل أنت اللي اشتغلتي بتاخذين ترقية وما راح تاخذها زميلتك اللي يمك؟ انزين. This brings us to نظرية آدم. غالبا الفرد يقارن بين ما يعطيه لعمله وما يتلقاه في المقابل من العمل وبين ما يعطيه غيره وما يتلقاه غيره في العمل. شنو لاحظتوا؟ شنو سوينا احنا؟ لا خل مو الواسطة الحين. أول فريق المجلس سوينا لهم. المجلس شنو سوينا لهم؟ جبناهم قريب. انزين لا اول شيء ابي اول فريقين. واحده قصرنا المسافه وين فاز؟ ثانيه جابت 17. وينها 17؟ انزين وش عطيناها؟ عطيناها هديه. الحين المجموعتين الثانيين المجلس ضد منو؟ طلبه التدريب. بعدنا المسافه. انزين كلهم من مسافه بعيده تساووا. من اللي تساوى؟ تساووا بس عطيتها دقيقه زياده.
انزين لحظه، وين المجلس؟ وين الثانيه اللي بالمجلس؟ اسمك نوره. اسمك دلال. كلكم المجلس، انا واضح ان احبني بالمجلس اكثر من طلبه التدريب، صح؟ واضح ان انا كنت اميل لكم. انزين الحين انتم هل تساويتوا؟ لا. شلون اعطيتها فرصه احسن؟ اعطيتك فرصه احسن. والهديه اعطيتك هديه؟ اعطيتها هديه؟ ما اعطيتها هديه، معناها خذت فرصه اكبر لكن بالوقت وليس بالمسافه، ولا اعطيتها الهديه. فش قاعد يبين لنا هالشيء؟ الدوافع تتغير مع اللي يستلم الواحد من العمل ومع اللي يعطي، والواحد عاده يقارن نفسه باقرانه، فممكن الدوافع تزيد او تنقص مع مقارنه الشخص بالاخر. انزين اللي شاركوا هم لازم نعطيهم هدايا. انزين كنت ناوي اعطيكم، وينهم؟ ما عليكم امر، تيجوا لنا اللي شاركوا. رابعه تفضلي، رابعه ونوره. منو بعد؟ اي تفضلي، اسمك مره ثانيه. اميره. وليش نسيت اميره؟ انزين هذه النظريه الاولى، بنلعب سله مره ثانيه. نبي ثلاثه، نبي ثلاث اشخاص تفضلون. نلعب سله مره ثانيه. اول نظريه العدل. اول نظريه تقول لنا اذا انا ما احس ان انا قاعد ببيئه فيها عدل ما اقدر اعطي. الحين تثقون فيني؟ طبعا ثقه معدومه الحين. زين ابي ثلاثه يشاركون. اسمك الكريم. عاليه تفضلي. يبوهم يلا كلهم من كلهم من المركز، كلهم متدربات، تفضلوا تعالوا تعالوا. لو والله بسيط، والله الامور بسيطه، حياكم الأمور بسيطة. حياك. اسمك؟ عالية. هيا مريم. نبدأ بمريم. مريم حياك هني. توقفين هني؟ هني 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 هني. أو خلنا نودي السلة مكان ثاني عشان ما حد يتعور، بس تشوفونهم؟ انزين وين مريم؟ حياك مريم. من هني تكونين اكثر ما تقدرين بثلاثين ثانيه. وشنو هديتك؟ اذا كونتي بعطيك هذه. هذه شنو؟ مقلمه. تمام تفضل. التايمر اي نعطيه 45 ثانيه تقريبا. اوقفني يعني؟ اوقفي هني وكوني. تفضلي. ها شغلت ولا لا؟ إذا فزتي عليهم إي 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 كملي. إي مهندسة فاطمة قاعد تحسب لك. كثر ما قلنا وقت ثلاث ثواني. كم واحدة؟ كم واحدة؟ أربعة. صف قول لها بس مريم خليك قريبة هني، قاعدة يعني ما عليك أمر بس قريبة. انزين الحين مريم من وين كانت تكون؟ من قوط الكريكس هني. من هني راح تكونين اسمك؟ هيا. هيا تفضلي. الكرة راح تكونينها. اي صبوا لها. انزين اذا هي فازت في هذه المسابقة شنو نعطيها؟ لا مو المقلمة، لا شنو شيء؟ شنو شيء نبي شيء يعني حق هي؟ شنو انتوا طلبة؟ انتوا طلبة حاليا في جريد؟ لا لا فعلا في جريد؟ لا لا فعلا في درجات ولا لا على حضور اليوم؟ الكل ياخذ العشرة ولا شنو طريقتكم؟ انزين شنو جزء من الماده ولا جزء من تدريب ميداني ولا شنو؟ اعطوني ميداني. في درجه اخر شيء على الميداني؟ يعني في احد يجيب اي؟ في احد يجيب بي؟ لا. شنو يعني؟ يعني 70 وعاده الكل ينجح؟ انزين ايش كثر باقي لك تخرجين؟
كورس. اذا اضمن لك بوحده من موادك راح تجيبين A فيها، اوكي؟ ضمان، ضمان. طبعا نجاح الميداني اعطيك اياه، زين؟ اكيد تنجح بالميداني ما تكمل باقي. هذا اخر شيء ولا شلون؟ كورس اول تخرجوا؟ لا بس هذا اخر اكتيفيتي يعني بالميداني. اوكي اضمن لك A بوحده من موادك. تفضلي. 45 ثانيه. اي فكره بالاي. واحد من الدكاتره اللي بتسجلين عندهم اخوي، وانا الحين ببلغ يرصد لك الاي الحين. كم لي الحين ترصد الاي والتقييم يجيك سوبر من مهندسه فاطمه. ضمان. يلا صفقوا حق هيا. تبي الايه كم؟ كملي كملي كم؟ ايش كذا باقي؟ خلص الوقت. زين صفقوا لها بس تري حيلنا. اسمك؟ عاليه. عاليه من هني؟ بس ما لا 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 من هني بس. سمعوا سمعوا عالية من هني، لكن انفستي عليهم، انفستي عليهم. لتش 10,000 دينار اليوم تنزل بحسابك اليوم. ما امشي الا انا مسوي ترانسفير 10,000 دينار. لا لا وتنزل مكافأة من المجلس كدكتور عيسى. تو تواصلنا مع دكتور عيسى. 10,000 دينار اليوم تنزل. دكتور عيسى وعدني، وعدني قال لي 10,000 دينار تنزل في مكافأة للمشاركين وبنعطيك اياها. تفضلي تفضلي. يلا بدا الوقت. يا رب ما تفوز، يا رب ما تفوز، يا رب ما تفوز. تفضلي. يلا يلا عالية. اذا ما تبي العشرة انا بيها. اعطيني كرة. يلا العشرة آلاف مو سهلة ترى. يلا يلا يلا. انتهى الوقت. انزل سريحي. قواكم الله يعطيك العافية. شنو كان الهدف من هالاكتيفيتي؟ هذه نظريه ثانيه اسمها نظريه فروم. نظريه فروم للتوقع تقول الفرد يقرر ان يتصرف بطريقه معينه لان في دافع يحفزه، اوكي؟ وهذا الدافع يحفزه على اختيار سلوك معين بسبب النتيجه التي يتوقع الحصول عليها من ذلك السلوك. مو بس لان قلنا لها في 10,000، في 3 عوامل. اولا الجهد. في توقع ان الجهد راح يعطيني اداء جيد. من اول الوحده مريم. مريم انت مقتنعه اذا انت حاولتي راح تقدرين تكونين وتفوزين. سهل شوي انك تفوزين، اذا حطيتي جهد راح تفوزين. فالجهد عند مريم شنو؟ عالي جدا. هي بالنسبه لها الجهد ممكن تفوزين ممكن لا، اوكي؟ فالجهد ميديم. بالنسبه حق عاليه الجهد شنو؟ لو تناقز سوري صعب تقدر تفوز عليهم، اوكي؟ فالجهد شنو؟ قليل عندها، او التوقع قليل عندها. الأداء الآلية يعتقد بأن الأداء الجيد سيؤدي إلى نتيجة مرغوبة. إذا أنا أديت زين راح يعطيني المقلمة. أعطيتك مقلمة ولا لا؟ لا منو؟ أو ما أعطيتك إياها بعد؟ تفضلي لا أنت فزتي تستاهلين المقلمة. بس كنت متوقع بعطيتك إياها يعني كاهم كودين هني وعطيت الكل. إنزين اللي وعدتها بالإي شاكة شوي فيني صح؟ الثقة ما كانت عالية. اوكي ثقة شوي ما كانت عالية. انزين بعطيك 10,000؟ فانت تقولي ايش حتى اضيع وقتي. فبالنسبة لك الاداء او الالية شوي شاكة انه راح تحصل على المقابل. بالنسبة لك مقلمة كاهي قاعد تشوفينها، قاعد تشوف المقلمة كاهي وريتها اياها. الاي بعدين شوي حاولت اقنع اقول لها اخوي الى اخره، لكن 10,000 شبه مستحيل وكلنا ندري انه مستحيل. النتيجة تكافؤ قيمة النتيجة المتوقعة للفرد مقلمة تسوى يعني ما تسوى وايد، اوكي؟
ال اي تسوى اكثر من مغلمه 10,000 دينار تسوى اكثر منهم كلهم، فيسوى ان الواحد يسوي اللي ما يتسوى. فهل نظريه تقول لنا ان لازم تجتمع الثلاث امور عشان الانسان تكون عنده دافعيه عاليه؟ اولا التوقع، التوقع ان انا اذا اعطيت جهد راح احصل على اللي ابي. رقم اثنين ان الاداء الجيد راح يعطيني نتيجه. اول شيء ان انا قادر، ان عندي الجهد ان اقدر اسوي، اوكي اقدر اكون الكره، اقدر احصل على الترقيه، عندي القدرات اللي تعطيني الترقيه. رقم اثنين الاداء الجيد راح يعطيني النتيجه، يعني اوكي بيئه العمل واليه العمل راح تعطيني ترقيه اللي ابيها، اذا اجتهدت راح اخذ الاي الى اخره. والتكافؤ، هل ترقيه هل اي تسوى عندي ولا ما تسوى عندي، هل هي تسوى ولا ما تسوى عندي. فهذه هي الثلاث عناصر اللي تتوفر عشان تصير الدافعيه عاليه. واضح؟ انزين، احنا قاعد نتكلم عن اي عنصر من عناصر الذكاء العاطفي؟ بس التحفيز، احنا الحين قاعد نتكلم عن التحفيز، شنو تكلمنا عنه؟ التعاطف، بعدين الوعي الذاتي، بعدين التحكم الذاتي، والحين قاعد نتكلم عن التحفيز. وتكلم عن نظريتين، فروم وادم، ادم العدل اللي سويناها اول محاوله سويناها، وفروم نظريه التوقع. واحنا عاده ترى نفكر بهالطريقه لكن ما نحط هالمسميات لبعض، تمام؟ نقول ان انا ما بيعطي بالعمل لان انا مثلا متوقع انه ما حد راح يكافئني، او متوقع ان انا قاعد ببيئه فيها واسطه على قولتكم وما راح احصل على الترقيه. شلون؟ ما في حافز. ليش ما في حافز؟ لان انا ببيئه غير عادله مثلا، او لان النتيجه ما تسوى، الترقيه هذه ما تسوى بالنسبه لي وايد. انزين، اخر شيء بنختم فيه وما راح اطول عليكم، انا وعدت مهندسه فاطمه انه بخلص الساعه 1:30، اي بالكثير 10 دقائق. عندي بعض المهارات اللي بعض المهارات او بعض الاكتيفيتيز اللي بنسويها مع بعض ونختم ان شاء الله. اعطوني 5 دقائق. زين، الحين جزء كبير من التعاطف، من الذكاء العاطفي والايموشنال انتليجنس احنا محتاجينه في العمل. منو اكثر شخص موجود معنا في العمل المفروض نكون اذكياء اجتماعيا وعندنا نوع من الذكاء العاطفي بالتعامل معه؟ مسؤولين المباشرين، اوكي؟ شيء جدا 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 مهم. واغلب الناس اللي يتضايقون من بيئه عملهم شو يقولون؟ مديري مو زين، مديرتي مو زينه، مسؤولتي مو زينه. بالضبط. فبنتكلم عن اول شيء انواع المدراء اللي موجودين حولنا. عندنا مدير غير اجتماعي ما يحب يحتك بالبشر، رقم واحد. واجن ما راح نتكلم وايد فيها بصوت عالي يعني عشان ما نسبب اي حساسيات بين الكل. زين، رقم اثنين عندنا المدير التفصيلي المدقق، المايكرو مانجر نسميه، اللي يدقق على كل صغيره وكبيره. بدز ايميل خلي اشوفه، ما يسمح لك او ما يسمح لك تدز ايميل الا لما يشوفه، ما يمر كتاب الا لما يدقق عليه. رقم ثلاثه عندنا المدير الغير كفء. احنا ندري ان هذا المدير غير كفء، لا من مؤهلات لا من مواصفات، لكن هو مديرنا واللي فوقنا. رقم اربعه المدير النرجسي او المديره النرجسي اللي تحب نفسها، فيها عظمه للذات، فتحب اللي يقدرها وتحب اللي يكلمها وتحب اللي يحترمها الى اخره. في رقم خمسه الله يبعدها عنكم، المدير الذي لا يرحم او المدير الذي لا ترحم، ما تفوت. شايفينهم ولا مو شايفينهم هالخمسه؟ على الاقل شايفين واحده منهم، على الاقل شايفين خمستهم مجتمعين عندكم بشخص واحد، اعوذ بالله. خمستهم في شخص واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انزين، الحين أبي أفكر مع بعض بشنو هي المواصفات للمدير، لأفضل مدير ولأسوأ مدير، أوكي؟ شنو المواصفات اللي تعطينا أسوأ أفضل مدير وأسوأ مدير؟ وإحنا ليش قاعد نسوي هالأكتيفيتي؟ لأن أنتوا يوم من الأيام إن شاء الله بتكونوا مسؤولين، أو أنتوا حاليا مسؤولين وتحتكم موظفين. فأبي لأفضل مدير شنو الصفات اللي يمتلكها أفضل مدير؟ ورقم اثنين شنو المشاعر اللي يثيرها المدير الزين؟ وشنو الافعال اللي يقوم فيها؟ شنو صفات المدير او المديره زينه؟ شنو المشاعر اللي تثيرها؟ ورقم ثلاثه شنو الافعال اللي تقوم فيها؟ شنو المشاعر اللي تثيرها او يثيرها المدير السيء؟ وشنو الافعال اللي يقوم فيها؟ اوكي؟ ابيكم بليز ما عليكم امر مع زميلاتكم اللي معاكم كل ثلاثه كل اربعه كل ثنتين يكتبون لنا الصفات والمشاعر والافعال للمدير الزين والمدير السيء، لأفضل مدير، المدير المثالي ولأسوأ مدير. 5 دقائق عشان نختم، ما عليكم أمر.
في احد شارك معنا بلعبه الكره وما اعطيناها منهم؟ وينهم؟ اوكي وين عاليه وين هي؟ تفضل هي هي. بعطيكم دقيقتين لان محتاجين نختم. خلصتوا؟ انزين الوقت انتهى، شاركونا اللي خلصتوا. ما عليكم امر، محتاجين انتباهكم الكامل زميلاتكم. افضل المدير الصفه تكون مهنيه. انزين. المشاريع يكون عنده تقدير. تقدير؟ او ايا كان. الافعال انه يكون خدوم. خدوم؟ اي يعني خدوم. انزين. اسوء مدير صفاته تكون من الكبر. المشاعر يكون حسد، مرات يصير بينهم حسد. يعني المدير يحسد الموظفين اللي تحته؟ اوكي. ما يصير اعلى منه. ايه. والافعال؟ الافعال انفعالي. انفعالي. ممتاز، من يشاركنا؟ تفضل. مدير الذكاء المهني. لا شنو؟ ذكاء مهني. ذكاء عاطفي؟ حسن التصرف. اي. انزين انزين. افعاله راح تكون حقاني. حقاني. وعادل وعنده تقسيم عمل وتوزيع. يقسم العمل، اوكي. اسوء مدير شنو صفاته؟ راح يكون مشاعره بدون مبادئ ومتذبذب وغير منصت وغير منصف. صفاته مشاعر يكون اناني ومتكبر، عنده الانا نرجسي يعني. الافعال ظالم وجاهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر فريق ونختم. آخر فريق. خلي تشارك. تفضل يا مهندسة. ما عليكم أمر. عطوا انتباهكم للمهندسة فاطمة هني. تفضل. أفضل مدير صراحة علي المسام الراقي. أشوف أنهم موجود عشان ذحر ظهرها. اللي كانت موجودة. إيه. كانت مديرتنا تقاعد. ما شاء الله صراحه يعني ما اتوقع في ممكن المدير والمديره ممكن يكون اصفار. شنو الصفات قوليها؟ يعني ما بدي احدد الصفات بس اقول الاشياء اللي سويتها. ايه تفضل. يعني اول افعالها يعني تعطينا. ايه يعني اول شيء بصراحه يوميا كانت تدش علينا غرفه غرفه تصب علينا وتسال كل واحده باسمها شلون. اوكي. شلون فلانه شلون فلانه. ممتاز. هذا الشيء كان يحسس ان هي قريبه منا. ممتاز. احنا الحين ناخذ راحتنا ان اذا في شيء ولا في شيء مزعجين منا بالدوام تقدر نروح نكلمها. ممتاز. ما تحدد مثلا شغل معين تعطيه عشوائي اي احد، تسال كل وحده فيهم على حسب شخصيتها تكون على حسب شخصيتها وقدراتها. تقولها بطريقه منا بشكل مباشر كلها كامله. واضح. تجي وتسال ان هل هذه ناس او لا؟ واضح. كان تحس بتفاهم. وكان في مراعاه. يعني اي شيء صار في وحده عندها غلط تقدر تقدرها يعني بدون ما تناقش معها. ممتاز ممتاز. الله يكفيكم ان شاء الله ان شاء الله. انزين بنختم وصلنا للختام. اشكركم على تفاعلكم للامانه وبكل امانه صدمتوني بتفاعلكم فاشكركم كل الشكر على تفاعلكم ويعطيكم الف عافيه على استماعكم وعلى تفاعلكم وان شاء الله ما استفدتوا ولو قليل. بالنهايه الذكاء العاطفي هو العنصر الاساسي للنجاح في العمل. احنا يمكن ما غطينا كل شيء لكن اعطيناك مقتطفات من كل عنصر من عناصر الذكاء العاطفي للتواصل. هذا ايميلي الشخصي وهذا حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيكم الف عافيه وقواكم الله. والحين فقره التكريم لكن ما عليكم امر، ابيكم تصرون على المهندسه فاطمه انها تحضر حاليا لتكريم بعض المتدربين. ممكن ممكن ممكن. التكريم ده وقفنا حسنا هنا. ايوه بس خليهم هنا بعيد عن الشاشه عشان ما يشربوش. تعالى اوقف هنا. فين هتقف يا دكتور؟ دكتور توقف هنا. نوقف هنا؟ توقف هنا؟ توقف الشاشه. تقرا الاسماء. آمنة. اوكي. إيمان المطيري.
يلا تفضل. لا ما شاء الله تمام. إيمان من غيري جزوة العجمي العلود الزيد التوفيق إن شاء الله. العلود البندري الرشيدي وجدان المطيري هيا الدوسري توفيق إن شاء الله. تعال 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 تفضل تفضل أنا ما أصير صوت تفضل. ايه دوسري تفضل معي. كلميني كوف سريع. أروى علي ماهر ناصر وزير رشيدي مريم رميح توفيق إن شاء الله. رابع الشمري سميرة العجمي سميرة العجمي شهد الهاجري شهد وينها؟ شيخ السبيعي شيخ المبيلش يا عادي حيك عالية القطان شكرا اي تعال حيك حيك منيرة جمال له Thank you.
مريم العازمي. مريم الدريعي. توفيق إن شاء الله. حنين الشمري. تكت المريم المشاركة معنا توا. مهندسة فاطمة العازمي. قواكم الله ويعطيكم العافية ونلتقي على خير إن شاء الله. خلصين؟ قواكم الله. قواكم الله.